تحت شعار صيفنا سلام، اختتمت مديرية مقبنة بمحافظة تعز فعاليات مراكزها الصيفية بتكريم 112 معلما ومعلمة بدعم من مؤسسة سلام يمن للإغاثة والتنمية. التفاصيل في التقرير الذي أعدته زميلنا عائم خالد. يختتم في مديرية مقبنة بمحافظة تعز 32 مركزا صيفيا بتكريم 112 معلم ومعلمة، وحمل المركز الصيفي شعار صيفنا سلام تنظمه مؤسسة سلام يمن للإغاثة والتنمية. وقد أشير في الاحتفال إلى أن المراكز تميزت بأنها اهتمت بالمهارات الإبداعية التي ينجذب لها الأطفال والنشي ويحتاجها في تقوية الجانب الديني والعقائدي وكذا الولاء الوطني وحب الوطن. أقيمت هذا العام المراكز الصيفية في مديرية مقبنة وبلغ عددها 32 مركز توزعت في كل المناطق والعزل في المديرية، وكانت أماكن إقامتها في المدارس والمساجد والمخيمات والبيوت، وبلغ عدد الطلاب المنتظمين فيها 2034 طالب وطالبة، وقام بتدريس فيها 112 معلم ومعلمة، وحققت عديد من الأهداف واختتمت في 23 من يونيو 2022. ونحن يوم وقيمت هذه المراكز الصيفية بدعم من مؤسسات سلام يمن التي قامت بتكريم المعلمين المشاركين فيها والكادر التربوي المشارك في هذه الأنشطة والمراكز الصيفية، ولهم منا كل الشكر والتقدير، ونعتبر هذه بادرة طيبة نأمل أن تتبعها أيضا مبادرات من منظمات أخرى، وهي أيضا دافع وحافز لنا للاستمرار والإكثار وتطوير هذه المراكز الصيفية وجعلها أفضل وأحسن. اليوم مؤسسة سلام يمن تكرم 112 معلما ومعلمة في حفل اختتام 32 مركزا صيفيا هنا في مديرية مقبنة، أقيم برعاية مؤسسة سلام يمن. استفاد من هذه المراكز 2200 طالب وطالبة في هذه المديرية النائية غرب مدينة تعز التي ما تزال تشهد القصف وتشهد ضحايا ألغام وما تزال المواجهات على أطرافها، ومع ذلك أقيمت المراكز في جميع عزل وقرى المديرية، واهتم الجميع، اهتم أولياء الأمور والمعلمون، بدأوا طواعية، ولكن مؤسسة سلام يمن أحبت أن تكون معهم هنا في يوم التكريم لإعطائهم بعض الحق الذي يستحقونه، وهذا جزء من اهتمامات مؤسسة سلام يمن في مجال التعليم وبناء الفكر وصناعة الإنسان. مراكزنا الصيفية تعين في بناء الإنسان في حين يسعى الآخرون إلى هدم الهوية وتحريف المناهج وتجريف القيم. نحاول صناعة الإنسان وبناء الوطن من خلال هذه المراكز الصيفية. يكرم اليوم 112 معلما ومعلمة خاضوا معركة 32 مركزا تعليمي لشباب وشابات منطقة مقبنة التي تحتاج الكثير من مؤسسات سلام يمن. نعيم خالد، قناة عن الفضائية تعز.